ثم حذر من أهل الباطل، حذر من أهل الباطل أن الإنسان يستمع إليهم، زيغة الحكيم، وزيغة الحكيم مصيبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما الدجال أخشى عليكم ولكن الأئمة المضلين. الإمام المضل وهو الإنسان الذي عنده علم وعنده زيغ، عالم زائغ، هذا خطير جدا على الناس، لأنه يظهر لهم بلبوس العلم ولكنه في حقيقة الأمر زائغ ضال مضل والعياذ بالله. فيحذر الناس ذلك. وقد قيل: زلة العالم زلة العالم، فكيف إذا انحرف وضل والعياذ بالله. وكان الشيخ الإسلام تيمية يقول عن أولئك المنحرفين من العلماء، يقول: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، يعني ذكي لكن ما هو ذكي النفس، نفسه خبيثة لكن ذكي عالم، ما هو سهل، عنده من العلم الشيء الكثير لكن ليس عنده من زكاة النفس، عنده انحراف.